بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن واحد من أقدم العلاجات المستعملة في الطب النفسي الحديث، إن لم يكن أقدمها على الإطلاق، واحد من أكثرها فعالية وأكثرها نجاح، وفي نفس الوقت يمكن من أكثرها إثارة للجدل، إلكترو كونفالسيف ثيرابي، أو العلاج بالصدمات الكهربية. يعني إيه العلاج بالصدمات الكهربية؟ زي الاسم بيدل، هو استعمال التيار الكهربي electric current اللي هو باص across the brain، بيتم تبريره للمخ لمدة ثواني معدودة بجهاز مخصوص through a specific machine to produce a modified generalized seizure. بيتم under general anesthesia and for therapeutic لأغراض علاجية. الالكترو كونفالسيف ثيرابي بدأ من الثلاثينات قبل كل الايه الفارماكولوجيكال موداليتيز اللي موجوده او اللي ظهرت بعد كده، الليثيوم، الترايسايكليك، كل ده ظهر بعد الايه جه بعد الاي سي تي. بدايه الالكترو كونفالسيف ثيرابي ما كانتش الكترو، كانت كيميكال، كان كيميكال كونفالسيف ثيرابي. عن بدايه كانت بواسطة طبيب مجري مديونا، اللي هو لاحظ ان الابيليبسي والسكيزوفرينيا rarely coexist in the same patient، وان المريض اللي هو عنده سايكوزس لو جاله ابيليبتيك فيت بيتحسن السايكوزس. مديونا استعمل ايه؟ استعمل زيت الكافور اللي استعمله عن طريق الانترا ماسكولار انجكت، الحقن العضلي، to produce ايه؟ to produce fit. زيت الكافور ده اتغير بعد كده بانترافينوس بنتلين تتراسول. استعمل امتى بدايه استعمال الكيميكال كونفالسيف ثيرابي ده؟ في 34 في مريض عنده كتاتون. اتحسن الوضع شويه في سنه 37 وتغير الكيميكال الى الكتريكال، اهو سنه 37 البدايه او الفكره عن طريق اوجو سيرليتي اللي استعمل زي ما قلنا التيار الكهربي to induce seizure، اللي كان بقى ايه induction of it is more liable، اكيد هيعمل fit مش عرضة للترايل اند ايرور زي ما كان بيحصل في اللي كانت النتيجة بتاعت حدوث الابيليبتيك fit مع الكيميكالز ما كانتش بدرجة مؤكدة زي ايه زي الالكتريك. بداية الاستعمال كان سنة 38 برضه لمريض عنده كاتاتون. التطور الحقيقي والتقدم في الالكترو كونفالسيف ثيرابي نشأ او جه بعد ما حصل تطور في الانستيزا في التخدير، ده وجود النيورو ماسكولار بلوكرز كوراري، ومن بعديه في سنة 1940 والساكسمايل كولين في 51، وبرده دخول الشورت اكتنج باربيتوريز في الخمسينات. ده مكن ايه؟ مكن من اجراء الالكترو كونفالسيف ثيرابي اندر جنرال انستيزيا، وبالتالي قلل كتير جدا من المضاعفات اللي كانت بتحصل ديورنج الابيليبتيك. يبقى the use of general anesthesia is considered a major advancement in how modern ECT is performed. ازاي بقى الالكترو كونفالسيف ثيرابي ده بيشتغل؟ زي حاجات كتيرة في السيكاتري إذا definite أو the exact mechanism is unknown but في many proposed mechanisms of action. ببساطة خالص ال electroconvulsive therapy بيعمل عاصفة من التغيرات في البرين اللي هنقول بعضها اللي موجودة في الليتريتش. أول حاجة reverse hypercortisolemia with effective ACT. Nearly every neurotransmitter is affected by electroconvulsive therapy. الادرينرجيك، سيروتونرجيك، ماسكارينيك، كولينرجيك، دوبامينرجيك سيستم كلهم بيحصل لهم ايه؟ تشينجز نتيجه الايه؟ الافكتيف اي سي تي. السكند ميسنجر سيستم والكاتيكول او مسايل ترانسبريز برضه بيحصل لهم تشينج، ممكن ده يكون بيلعب دور في الافكت اوف اي سي تي. لقوا ان بيحصل رايز ان ذا سيجر ثريشولد after ECT، وده
ادى لنشوء هايبوثيز ايه اوف انهبيتوري برين بروسيسز، وده اتاكد او سبورتد باي وجود بوجود ايه بوجود اي اي جي بالاي اي جي والبلاد فلو ستاتس. الماجنتيك ريزونانس سبكتروسكوبي برضه ريفيلد انكريز ان ذا كورتيكال جابا، انكريز في الجابا برضه ممكن يكون ليه دور في الميكانيزم اوف افكاسي اوف اي سي تي. لقوا ان برضه بعد الايه الاذر نيوروبيبتايد زي البرين درايف نيورو تروفيك فاكتور بيزيد، بيحصل انهانسمنت في النيوروبلاستيست. از دليل على كده ان لقوا ان في ايه في زياده في النيوروجينيسيس والجلايوجينيسيس في الانيمال ستاتس اللي تعرضوا لما يشبه الاي سي تي. الفانكشنال ام ار اي وضح وجود ايه ديكريز ان ذا اوربيتو فرونتال اكتيفيشن تو ان افكت ليدن تاسك افتر سكسسفول اي سي تي، بس السامبل هنا كانت سمول سامبل. فانكشنال ام ار اي برضه ريفيل مور اوديتوري تاسك ريليتد اكتيفيشن اوف مالتيبل كورتيكال ارياز افتر اي سي تي. يبقى تغيرات عديده بتحدث بعد الاي سي تي، ممكن واحد منها او اكتر او كلهم على بعض بيساهموا في الافكاسي اوف اي سي تي. ده البرسنتج اوف او عدد الاشخاص اللي خدوا اي سي تي في اليونايتد ستيت، اهو هنلاقي ان في بدا يحصل في انكريز ان ذا يوز اوف اي سي تي. ليه؟ نتيجه بدايه الايه الموجه المضاده او اللي بتتهم الاي سي تي ببعض الاتهامات، او بدات ايه يبقى فيه مور اندرستاندينج. تقريبا 100,000 بيشن في السنه ريسيف اي سي تي ان ذا يونايتد ستيت. الاي سي تي يعتبر وان اوف ذا موست كومن بروسيجرز بيرفورمد اندر انستيزيا. طب على مستوى العالم تقريبا من 1 إلى 2 مليون بيشنت مريض بيجرى لهم الكترو كونفالسيف سيرجري. طيب ايه الانديكيشن؟ ايه اللي هتخلي شخص ممكن ياخد اي سي تي؟ اي سي تي از يوز تو، يعني محتاج ايه تو اتشيف كويك امبروفمنت، محتاج تحسن سريع، يبقى هيبقى مفيد ايه في الحالات السيفير اور لايف ثريتنينج كونديشن اللي على وجه الخصوص يبقى فيها سويسايد او هومسايد. حالات الكاتاتونيا is very effective in catatonia. In moderate to severe depression not responding to treatment. Severe or long lasting episode of mania. In persons who previously responded well للECT in the past. عيان جرب قبل كده الاي سي تي وكان من التجربه ان هو ما بيتحسنش غير على الاي سي تي، هو نفسه هنلاقي الشخص ده بيفضل ان هو محتاج اي سي تي. ان بيرسون او دونت ريسبوند تو اذر تري، بعد ما تفشل معظم الطرق يبقى الاي سي تي از ا تشويس. ايه الافكسي بقى؟ يعني ليه اي سي تي؟ اي سي تي موست بيبل who have received report منشور بال رويال كولج اوف سايكاتريست في 2020 بيقول ايه ان most people who received ECT see an improvement in their symptoms. 68% من اللي received ECT في 2018-2019 rated الامبروفمنت بتاعتهم as a as very much or very much 68%، ودي بالنسبه للحاجات المستعمله في السايكاتري يعتبر نسبه عاليه جدا. طبعا في البعض so no change in their condition very small number fell towards النمبر ده 1% تقريبا. ECT is an effective short term treatment of depression and probably more effective than any drug therapy، وهنشوف جراف بيوضح الكومباريزون مع الدراج ثيرابي. البايلاترال اي سي تي از مودريتلي مور افكتيف ذان اليونيلاترال اي سي تي، عشان لو كده لو حد مش متحسن على اليونيلاترال اي سي تي يبقى
بنغير لي unilateral ECT. وان الهاي دوز كل ما زودنا الدوز اوف اي سي تي يبقى از مور افكتيف ذان اللو دوز. ديت جراف بتودي ديفرنت ستاديز اللي بتعمل كومباريزون ما بين ايه؟ ما بين الانتي ديبريسنت والاي سي تي. مفيش اي ستادي وضحت ان الايه؟ ان الريسبونس اعلى في الانتي ديبريسنت. كلهم بيوضحوا ان الايه؟ الاي سي تي از الريسبونس از بيتر ذان الانتي ديبريسنت. الفرق بين ستادي وستادي هي في مقدار الايه؟ في مقدار الريسبونس. الريلابس ريت من النقط الايه المهمه اللي دايما بتثار بعد الاي سي تي، ان هو بيحصل ريلابس افتر اي سي تي، ودي حاجه مش مقصوره على الايه على الاي سي تي، على الالكترو كونفالسيف ثيرابي. ده حتى في الدراج ثيرابي بيحصل، ممكن يحصل ريلابس افتر ستوبنج الميديكيشن، لكن على القليل هنلاقي ان ايه فوق ال 40% اهو نوت ريلابس بعد 6 شهور من الاي سي تي. 46 46 46، يبقى النسبة تقريبا ما نسبة اللي ما بيحصل لهمش ريلابس ما بتقلش عن 46%. ايه البريدكتورز اوف اوضة؟ مين اللي هيتحسن؟ مين الناس اللي بتتحسن اكتر على الاي سي تي؟ الاكيوت اونس، سواء اكيوت اونس ديبريشن او اكيوت اونس سايكوز. السن الكبير اوفر 50، سايكوزس سواء ديبريشن او بيور سايكوتيك ديس اوردر، وجود فيجيتاتيف سيمتوم. ووجود الفيجيتاتيف سيمتوم في رايي ان هو عشان بيعزز وجود ان الايه ان ده بايولوجيكال ديبريشن، هو ميجور ديبريسيف ديس اوردر، ما هوش ريليتد لمجرد ادجستمنت او ستريس. سيفير ستارفيشن برضه من الفيجيتاتيف، هو اللي فيها الويت اقل من ايه، بيفقد ويت اقل من 10%. اكيوت سوسايدال ريسك، كاتاتونيا، ستيوبر، او وجود بريفيوس جود ريسبونس للاي سي تي. طيب مين بقى اللي هو عندهم بور اوتكم؟ مين اللي مش هيتحسنوا او هيشتكوا؟ الوجود بيرسوناليتي ديس اوردر، عشان كده ات شود بي اكسكلودد فيرست. الشخص اللي عنده بيرسوناليتي ديس اوردر از نوت جود كانديديت فور اي سي تي. برولونجد ايلنس، كرونيك ايلنس، غير احنا قلنا الاكيوت بيجيب نتيجه احسن، ممكن يجيب نتيجه بس مش زي الاكيوت. وجود نيوروتيك سيمتوم، انكزايتي، سوماتايزيشن، دول اصلا معظمهم كومبليننج معظم الوقت، فهنلاقيه ممكن يشتكي من اعراض او من سايد افكت كتير. كوموربيد الكحوليزم او سبستانس ابيوز. طيب ممكن ندي اس دي الاطفال بصفه عامه؟ ات از نوت يوزد فور تشيلدرن تحت 11 سنه. ولما نفكر فيها مش هنلاقي عندنا قوي الانديكيشن الشديده اللي تخلينا ندي الطفل اي سي تي، لكن it could be used من ايه؟ for young person من 11 ل 18 as a last resort choice، اخر اختيار. if there is life threatening or severe disorder not responded to other treatment. وفي الحالات دي ايه برضه؟ حتى لو condition life threatening or not responsive to other treatment انا محتاج second opinion. Second opinion is always required before using ECT في الادوليسنت اللي من 11 ل 18 سنه. طيب what is about the safety؟ ايه درجه الامان في الاي سي تي؟ بالرغم ان مفيش اي ميديكيشن ولا وسيله علاجيه سيف 100%، حتى السايكوثيرابي مش سيف 100%، ان الريسيرش يوضح ان الاي سي تي از one of the safest intervention. المين ريسك از اسوشيتد مع الايه؟ نتيجه الجنرال اناسيس، مش نتيجه الاي سي تي نفسها. اي سي تي از ذا سيفست بروسيجر بيرفورمد اندر جنرال اناسيس، امن حاجه بتتم اندر جنرال اناسيس. ميديكال كوموربيديتي ريزلت فروم اناستيك ادمنستريشن اور فيسيولوجيكال كونسيكونسز اوف ذا انديوسد سيجر، اللي بتشمل ترانزينت تشينجز في البلاد بريشر اند الهارت ريت تشينجز اللي ممكن يبقى معاها الريزم، غالبا معظمها بناين اند didnt need or doesnt need any intervention just to monitor the patient. الاهم ان انا بقى تو تشيك
if the patient have pre-morbid increase in blood pressure ولا arrhythmia to be corrected and to be managed before ACT. لكن الـ changes نفسها اللي بتحصل مع الـ ACT في الـ blood pressure والـ heart rate is benign, doesn't need any intervention except monitoring, لدرجة حتى ان احنا ما بنعتبرهاش من الـ side effect لان هي اصلا الـ patient didn't complain from. طيب ايه الـ side effect؟ هنلاقي في immediate short term side effects على رأسهم الريسكس أو السايد إفكتس ريليتد للأنستيزيا. يحصل دامج أو لص للأسنان لو الإيه؟ لو الشخص ده عنده مشكلة في الأسنان وإحنا ما تعاملناش معاها قبل الإيه؟ قبل الـ ACT. It should be uncommon. ليه؟ لأن إحنا المفروض أصلاً بنعمل assessment لأسنان المريض قبل الإيه؟ قبل البروسيجر. During recovery or immediately after treatment, patient may experience headache, صداع, muscle ache, jaw pain, nausea, breathing difficulties, اللي هي بتتحسن على طول بعد الايه عملية الريكفري. يحصل طير يحس بالإرهاق مع خلال عملية الريكفري. ممكن يحصل confusion وخصوصا في الإلدرلي برضو بعد عملية الريكفري نص ساعة بنلاقي ان الايه اتحسن الكونفيوجن. يبقى باستثناء الايه الانستيك سايد افكت معظم الايه معظم الشورت تيرم سايد افكتس ار ايه ار تريفيال. اللونج تيرم سايد افكت ايه بقى الاعراض الجانبيه اللي على المدى الطويل؟ ريجوراس ساينتفك ريسيرش has not found any evidence of structural brain damage. في بعض الدعاية المضادة للسي ان هو ايه بيدمر خلايا المخ. لا يوجد استادي واحدة تقول هذا الكلام. Or affects the intelligence او بتأثر على الذكاء بتاع المريض. Is not supported by any evidence. يبقى لما احنا بنتكلم على مهم او ننفي ايه المعلومة الغلط. There is no increased risk of epilepsy, stroke or dementia. طيب ايه المشكلة اللونج تيرم سايد افكت؟ الكوجنيتيف افكت اوف اي سي تي ريمين ان ايشو اوف كونسيرن. نبقى عارفين ان فور ذا فاست ماجوريتي اوف بيشنت ذيس سايد افكتس ار مايلد اند اكسبتد. فور سمول ماينوريتي بتمثل مشكلة كبيرة. يبقى الكوجنيتيف سايد افكت. ذا اكستنت اوف كوجنيتيف امبيرمنت از بروبورشنال تو ذا انتنسيتي اوف اي سي تي. حسب الدوز لو الدوز بتاع اي سي نفسها عاليه او العدد الايه عدد السيشن كتير وخصوصا لو اكتر من 12. It has been reported that نتكلم برضه cognitive side 60% of patient undergoing ECT may experience temporary impairment temporary مؤقت impairment for events immediately before او during او after the course of ECT. مع ملاحظة ان الديبريسيف إلنس نفسه اللي هو المين انديكيشن بتاع الاي سي تي هو نفسه بايه افكت ذا كوجنيشن وممكن يبقى التفرقة صعبة مين السبب الديبريشن ولا الاي سي تي. عشان كده اتس بيتر ايه اتس بيتر تو اسس ذا كوجنيتيف فانكشن بدا قبل الاي سي تي زي ما هنقول دلوقتي. في معظم الحالات الميموري لوس از تمبرري مؤقت وبيزول في خلال ماكسيمم 6 شهور. كوجنيتيف اسسمنت از ريكومندد اون ريجولار بيزس بعد ذا بيز لاين بعد الجلسه الرابعه بعد الجلسه الثامنه بعد الجلسه ال 12 during the course of ECT to identify اي بروبلم ويبقى ممكن تو الاو ريفيو للتريتمنت بلان او حتى لو الايه لو الكوجنيتيف سايد افكت باديه تزيد ممكن اوقف الاي سي تي. الميموري ديستربنس اللي بيحصل بعد الاي سي ممكن يبقى ايه خلال الاكيوت كونفيوجنال ستيت وده هيحصل لحد ايه ما هيحصل لحد ما عمليه الريكفري تنتهي وخلاص ويرجع الامور تتحسن. ممكن يبقى فيه ريترو جريد امنيزي افكتس غالبا ميموريز للبابليك ايفنتس اكتر من الايه من البيرسونال انفورميشن.
بالرغم من كده في small set of patients will complain of more severe symptoms not matched by objective cognitive testing. الانتروجريد امنيزيا اللي هي loss of memory او impairment في الميموري ان ريتيننج ميموري، الحاجات اللي بتحصل بعد ما خد الايه، بعد ما خد الاي سي تي. This deficit typically resolve within اسبوع الى ثلاث اسابيع بعد الاي سي تي. من ضمن الاسباب اللي متهمه كسبب للكوجنيتيف امبيرمنت نوع الكارنت المستعمل. كان قبل كده بيستعمل الساين ويف الكتريك ستيمولاي، ده بقى اوبسوليت دلوقتي وبقى اوبسوليت، وبقى اللي بيستعمل دلوقتي البريف بالس، ويمكن الالترا بريف بالس هو اللي بيستعمل، ان هو له ليس كوجنيتيف امبيرمنت، بيسبب ليس كوجنيتيف امبيرمنت عن الايه، عن الساين ويف. هل في كونترا انديكيشن للاي سي تي؟ الحقيقه ان الابسولوت كونترا انديكيشن از اكستريملي ريت ريليتد ايه لبيتد لبعض الايه، لبعض الامبلانتس اللي بتبقى موجوده في البادي اللي ممكن تتاثر بال الكتريستي او بحدوث الايه الكونفالسيف فيت، زي بعض التايبز اوف كاردياك بيس ميكر او وجود كوكليير امبلانت ممكن تبقى ديسترويد ديورنج الاي سي تي، او وجود برين امبلانس. الحاجات ديت شود بي اسيسد ايه مع الريسبونسبل فيزيشن. محتاجين احتياطات لو في وجود ايه، وجود هيستوري اوف ريسنت مايوكارديال انفاركشن، انجينا، كونجستيف هارت فيلير، هايبرتنشن او اير واي بروبلم. غالبا الانستيزيا بتاجل ايه بيشنت بريزنتنج ويز كارنت سيمتوماتيك ابر واي تراكت ابر ريسبيراتوري تراكت انفيكشن، او اللي هم عندهم سيريبروفاسكولار or untreated intracranial aneurysms or myocardial infarction within the last 3 months. البريجننسي ما هوش كونترا انديكيشن للاي سي تي، بالعكس هو is very safe في البريجننسي بشرط it use or requires careful monitoring during الاي سي تي. لو انا ما عنديش وسائل المونيتورنج ديت يبقى هيبقى في ايه ريسك من الاي سي تي. الكونسنت، الحصول على موافقه المريض، من الحاجات الضروريه في الكرنت براكتس اوف اي سي تي. الشخص له الحق في الموافقه او رفض استعمال الاي سي تي. طيب علشان انا اوافق، عشان ادي كونسنت بروبر كونسنت، الشخص ايه نيد انفورميشن تو بي ايبل، عشان يقدر يوزن الريسك والبنفيت. ايه الانفورميشن ديت؟ اهو ذا اكسبكتد بنفيت. ايه الفايده؟ ايه الفايده لما هاخد اي سي تي؟ ايه السايد افكت او الريسك اوف هارم من الاي سي تي؟ هاو تريتمنت ويل بي جيفن، هتاخد ازاي؟ طب ايه البدايل؟ ذا alternative اوف هافينج، طب وذا مش عايز لا ده ولا ده، ايه البدايل بقى؟ Persons who agree to receive ECT should sign، مش موافقه شفويه، موافقه كتابيه، should sign written consent. بعض الاماكن كمان بتتطلب ايه ان في حد significant family member to sign with him. بيرسون هو سايند الكونسنت، اهو ماضى خلاص الكونسنت خلاص، لا ممكن يسحب في اي وقت، ممكن يلغي الكونسنت ده في اي وقت. الكونسنت لازم يتاخد كمان قبل كل جلسه، يتم التاكيد عليه، ماضى اول جلسه في البدايه خالص انه موافق، كل مع كل جلسه هنكمل ولا لا، موافق ولا لا. لازم يبقى في بروسيجر معروفه للشخص ان هو لو حب يغير رايه هيكلم مين وهيعرف مين علشان يلغي الكونسنت. طيب ممكن ندي بقى الشخص اللي هو سايكوتيك اللي فيه خطوره ومش موافق، ممكن ندي اي سي تي وزود كونسنت. ان ايمرجنسي كيسز بيشنت مي ريسيف ا ليميتد نمبر اوف تريتمنت اف ذي ريكواير ايمرجنسي لايف سيفنج تريتمنت. قبل الحصول قبل الحصول على سكند اوبينيون، يبقى في الحالات
تريتنج سايكاتريست بيقرر ان الشخص ده محتاج اي سي تي والمريض رافض، لو هي فعلا ذا بيست اوبشن او ذا اونلي اوبشن يبقى ممكن يحتاج ايه الى سكند الى راي تاني. طب لو الموضوع ايمرجنسي، في اماكن بتسمح واماكن ما بتسمحش ان هو يحصل على ايه ليميتد نمبر اوف اي سي تي لحد ما يحصل على ايه السكند اوبين. طب الاماكن اللي بتسمح او ما تسمحش دي حسب ايه؟ حسب قانون المينتال هيلث اكت المطبق في المكان ده. طب ايه الايمرجنسي سي تي الاي سي تي اللي احنا قلنا في الايمرجنسي سيتويشن اللي هو بيحتاج يكون في إلنس بدرجه من الشده as to be life threatening or where any and any مع وجود اي delay in receiving ECT will significantly impair the patient. عيان depressed with actively suicidal or has severe psychomotor retardation with associated problem ما بياكلش ما بيشربش واللي هيؤدي الى ايه deterioration للphysical الphysical health. دي emergency situation. وخصوصا ايه الكلام ده بيقول لو السكند اوبينيون ده هياخد له اسبوع واسبوعين على ما يجي السكند اوبينيون. لو السكند اوبينيون طبعا هيجي في نفس اليوم مفيش مشاكل. طيب اللي عايز اي سي تي بيخش يعمل اي سي تي؟ لا، ده في ايفالويشن بري اي سي تي ايفالويشن. البيشنت فيتنس فور جنرال انستيزيا شود بي اسس فيتنس للانستيزيا. اول ميديكال هيستوري ده جزء من الايه من الاسسمنت الانستيزيا از اوبتين and a physical examination to assess the presence of medical condition or medication that increase the risk of ill procedure. اي significant physical illness is investigated and treated prior to ill ECT. assessment لل oral health وجود اي مشاكل في الاسنان. والrisk of dental damage should be explained to the patient. طيب في انفستيجيشن مطلوبه برضو اللي هي ايه ريليتد للجنرال انستيزيا اي سي جي سي بي سي ال رينال فانكشن ليفر فانكشن راندوم شوجر ار اسينشال لكل الايه لكل المرض. الفينوس ثرومب امبوليزم سكرين بريجننسي تيست لاي فيميل ان اول بري في البريموزال بري مينيبوزال وومن يبقى دول مانداتوري لكل الايه لكل الناس ما عدا ذلك هو ان انديكيت chest x-ray when clinical indicated. lithium لو العيان بياخد lithium. sickle cell when indicated. evaluation للcognitive function قلنا ايه it is important. ليه؟ عشان لما يحصل بعد كده اعرف البيزلاين بتاعي كان شكله ايه. evaluation ابسط حاجة evaluation للorientation والmemory او ممكن في more detailed neuropsychological assessment in patient with pre-existing cognitive impairment او dementia. طبعا احنا ايه غالبا ما بنديش العيان عنده ديمنشيا. ايه المونيتورنج والريسسيتيشن ايكويبمنت؟ نفس الحاجات اللي موجوده في اي ثياتر لازم يبقى فيه الفول ايكويبمنت اللي جاهزه للتدخل لتفادي اي كومبليكيشن لاي مريض داخل عمليه. طيب ايه عن استعمال الادويه during the use of ECT. In general, most medication prescribed for general medical condition is continued during the course of ECT unless anesthetist requires that. دكتور التخدير هو اللي طالب انما بصفه عامه كله بيكمل. طيب ادويه السايكاتري، ادويه السايكاتري معظمها بيأثر على ايه؟ على السيجر ثريشولد. انسايكوتيك والانتي ديبريسنت والبنزو يا يزود يا يقلل. لكنها ملهاش ايه ملهاش تاثير على الكلينيكال ريسبونس للاي سي تي عشان كده بيكون الايه الريكومنديشن كونتينيو كونتينيو ايه كونتينيو الميديكيشن دي لكن لازم ايه لازم انستيست تو بي انفورمد ليه لان هو ممكن نفسه هيعمل بقى يبقى محتاجه تشينجز في الميديكيشن اللي يوز في الانستيز لوجود دراج دراج انتر اكشن الانتي كونفالسن بترفع ايه هاير ثريشولد تحتاج higher higher stimulus dose may be required لانها بترفع السيجر ثريشولد. البنزو استابليش بنزو دايزابين واحد ماشي على الارض ونفس الكلام وطبعا مش هينفع نوقف كل مره قبل الايه قبل الاي سي تي. الليثيوم
may result in long seizure. هيحتاج ايه؟ screening قبل screening للليثيوم ليفل قبل الايه؟ قبل الاي سي تي. يبقى الليثيوم بيرفع الريزلت ان لونجر سيجر هتبقى كونتينيود بس كونسيدر ايه لوور ستيمولس فور ذا فيرست تريتمنت. الانتي سايكوتيك باستثناء الكلوزابين اللي هو بيقلل السيجر ثريشولد نو سبيشال بريكوشن از ريكوايرد لكل الانتي سايكوتيك باستثناء ايه؟ باستثناء الكلوزابين. لكن هيحتاجوا ايه؟ هيحتاجوا ان انا اقلل السيجر الثريشولد مارك. A lower stimulus is advisable and clozapine is withheld. ده بالنسبة لمين؟ للكلوزابين بس. 12 ساعة قبل الايه؟ قبل الاي سي تي. ال SSRI number of reports suggest ان ال SSRI may relate to prolonged seizure. لو وقفناه قبل الاي سي تي على طول مش ايه مش هيبقى ليه او ما هيبقى هي نفس ما عملناش حاجه، لكن كونسيدر بس ايه ان انا اقلل الاستيمولاس ات ذا فيرست اي سي تي. المونو امين اوكسيديز اصلا ما عادتش ايه ما عادش لها استعمال او دلوقتي ومع كده هي مي بي كونتينيوت، لكن تحتاج تغيير في الايه في الانستاتيك ميديكيشن لانها دراج لها دراج انتراكشن مع بعض الانستاتيك ميديكيشن. نيجي ازاي بندي الاي سي تي؟ بدايه عمليه التجهيز للاي سي تي، اولا اول بيشنت شود بي فاستنج او يبقوا صايمين على القليله 6 ساعات، والست ساعات دول يخصوا مين؟ يخصوا الفود، انما فيما يخص السوائل از الاود اب تو 2 اورز قبل الاي سي تي. المفضل طبعا ان هو يبقى فيه ملابس ايه فضفاضه تريحه ديورنج الاي سي تي. لو في اي تركيبات صناعيه او كونتاكت لينسز شود بي ريموفد، يا هو ليه الاختيار يا اما قبل ما يدخل اوضه الاي سي تي يا اما ديورنج بعد ما يدخل الاي سي تي. بيبقى فيه ما يعرف بالبايت بلوك عضاده اللي هي حط بين الاسنان تو بروتكت فروم بايتنج التانج واللي بتمنع الدمج لللثة والاسنان. لو في اي حاجه حاده في الشعر شود بي ريموفد، او لو في حلقان كان بي سكيور بنحط عليها ادهيزف تاب او الافضل ان هي تتشال. مرضى اللي هم في الاقسام الداخليه يبقى حد معاه بيجيبه لاوضه الاي سي تي وبعد يستنى لحد ما يرجعه تاني للسرير بتاعه او للغرفه بتاعته. في بقى الدراجز اللي يوز دورنج انستيزيا، اولا لازم تو بي كانيوليتد، نستعمل بري اوكسجينيشن، وبنستعمل في بعض الانستاتيك ميديكيشن اللي هي رابيد اونست اوف شورت اكتنج اند شورت ديوريشن از بريفيربل. يبقى الانستاتيك ايجنت اللي هي رابيد اونست ولها شورت ديوريشن، على راسهم المتاح دلوقتي البروبوفول والسايوبنتال قعد لفتره طويله هو البيست تشويس لحد يمكن ما جه البروبوفول. هيبقى فيه طبعا النيورو ماسكولار بروكر على راسهم اللي هو الحاجه الشورت اكتنج الساكسنايل كولين. الانتي كولينرجيك بيستحب طبعا استعمال انتي كولينرجيك تو بلانت الاسيستولي الاسوشيتد ويز الكتريك شوك اند تو كنترول الاكسسيف سالايفيشن. الانتي كولينرجيك اوف تشويس يفترض ان هو الجلايكو بايروليت، لكن لو مش متاح يبقى ممكن نستعمل الاتروبين. زي ما كان في بري اوكسجينيشن برضه بعد ما بتنتهي الاي سي تي بيحصل فنتيليشن اند ويز اوكسجينيشن برضه بنستعمل اوكسجين. طيب محتاجين انترافينوس فلويد او انتي ايميتيك وين ريكوايرد، لو في ما يدعو لذلك غالبا ما بيحتاجش. طيب هندي ازاي بقى الاي سي تي نفسه بيتاخد ازاي؟ الاي سي تي بيتاخد ثرو الكترودز
واحد اتنين غالبا باي تمبورال نسميه باي لاترال. يبقى في باي لاترال اي سي تي هو ده الجولد ستاندرد. باي لاترال اي سي تي work more quickly and effectively. الرايت يونيلاترال يبقى اكيد ايه ما هوش as effective as البايلاترال اس تي، لكن بيتميز بايه؟ بيتميز بان الافكت بتاعه على الميموري او على الكوجنيتيف فانكشن اقل. احيانا المريض بيبتدي بايلاترال ومع وجود كوجنيتيف امبيرمنت يقلب يونيلاترال، احيانا يبتدي يونيلاترال عشان خايفين من ايه؟ من الكوجنيتيف امبيرمنت، لكن لنتيجه عدم وجود تحسن واضح يقلب الايه الموضوع بايلاتر. باي تمبرال باي تمبرال، وادي الايه البايت لوك العضاضه انواع حسب الايه حسب المكان. ادي مكان الايه الالكترود اللي بيحط تمبرال، ولو هيتحط يونيلاترال هيبقى المسافة بنقسمها لاتنين وتلاتة سنتي أباف. ده باي فرانتال غير الباي تمبرال بس استعماله أقل. طب إيه نوع الإلكتريك كارنت اللي بيستعمل؟ دلوقتي البريف بالس، وبقى فيه كمان الألترا بريف بالس. Clinical response للاي سي تي is influenced by a number of factors. على رأسهم الـ relationship between seizure threshold and the stimulus dose. Seizure threshold ده عند الشخص ده قد ايه والدوز اللي انا بديها قد ايه. الالكترود بليسمنت احنا قلنا الايه البايلاترال احسن من الايه من الرايت يونيلاترال. سن الشخص الجندر ميل ولا فيميل الفيزيكال هيلث واستعمال ميديكيشن كل ده بيأثر على ايه على الكلينيكال ريسبونس. السيجر ثريشولد بتتحدد ازاي؟ يعني في اكتر الاحوال وفي الاغلب determined by the process of dose titration. ببتدي بدوز قليله اللي هي اليوجوال حسب الايه؟ حسب البروتوكول اللي موجود في المكان. وبزود اذا ما فيش ريسبونس ما بين المره والمره من نص الى واحد دقيقه، استنى اشوف الاوبزرفيشن للايه؟ للسيجر شكلها ايه؟ ممكن اجرب لحد ثلاث مرات. لحد ما اوصل للاوبتيمم سيجر. الدوز از ريفيود اون ذا بيزس اوف سيجر اديكوسي. بشوف الدوز دي مناسبه ولا لا على حسب ايه؟ حسب السيجر اديكوسي الادفيرس افكتس والكلينيكال ريسبونس. ممكن ازود الدوز تبقى بي انكريز از دوز از انكريز دوز انكريز از انديكيتد اف there is either inadequate seizure or poor clinical response. والعكس decrease in the stimulus dose is indicated if the patient experiencing side effects. It may be necessary to increase the dose during the course of CT because of the rise of a rise in the seizure threshold. يبقى مع استعمال الـ ECT الفترة ممكن يحصل ايه؟ rise للـ seizure threshold اللي يتطلب ويحتاج ان انا ازود الايه؟ ان انا ازود الدوز بتاعت الـ ECT. معظم الأجهزة الحديثة دلوقتي معاها EEG monitoring. بيبقى فيه أربعة إلكترود كل اتنين بيتركبوا on each side of the head using frontal mastoid montage. وفيه إلكترود خامس بيتركب في منتصف الفورهيد بيستعمل كأرض. بعد الأنستيزيا خلاص العيان بقى انستسايز بنحط الايه بنحط الالكترود حسب ايه قلنا يا بايلاترال يا روني. بعد كده التريتنج فيزيشن بيقرر ان الايه ان خلاص الدوز حددناها والبليسمنت بتاع الالكترود هي ديت المطلوبه بيبتدي تو ديليفر ذا ستيمولس تو انديوس ذا فيت. هيحدث ايه؟ هيحدث modified bilateral generalized seizure. modified يعني ايه؟ يعني مش بالانتنسيتي اللي ايه؟ اللي بتحصل في الابيليبتيك فيت العاديه، لا ده small fit
بالمقارنة بالإبليبتيك آفت. يبقى modified seizure follow the delivery of electric stimulus. هتظهر في صورة ايه؟ هي تظهر في صورة muscle stiffness during the tonic phase او rhythmic limb jerking او twitching during the colonic phase. السيجر is monitored باي يا اما ان انا ملاحظتي للالكتريك للموفمنت نفسها او بملاحظه الايه الاي اي جي. adequate seizure is indicated by presence of bilateral 3 per second spike slow wave activity في الاي اي جي. الافكاسي بتاع الاي سي تي بقى محكوم بايه؟ في علامات تقول برضو بالاي اي جي مونيتور ذا فول ان EEG amplitude post ectal suppression. The fall in EEG amplitude at the end of the session is the only significant predictor of therapeutic outcome. طيب الديوريشن بتاعة السيجر نفسها ما هيش مهمة أوي، لكن لقوا إن السيجرز greater than 25 second is associated with better outcome. بعد الادمنستريشن للستيمولس وحصول الفت بيدي الانستيست بيدي اكسجين اللي هو زي ما قلنا في بري اكسجينيشن وفي افتر اكسجينيشن. البيشنت بيفضل في التريتمنت روم لحد ايه؟ لحد ما يحصل ان هو يبقى بريزنج سبونتينيوس اندبندنت. كل اللي حصل ده يتسجل في بكل تفاصيله في الملف بتاع المريض. احيانا بيوجد ما يعرف بالبرولونجد او التاردب سيجر. ايه البرولونجد سيجر ديت؟ بدل السيجر ما هي سمول فيت، لا هنا مستمره 120 ثانيه او اكتر، دقيقتين او اكتر، اللي هي هتحتاج ايه؟ تدخل عشان ايه؟ تو ستوب ذس سيجر. طب هوقفها بايه؟ بالانستيتيك ميديكيشن المستعمل سواء بروبوفول او باربيتوريك، الاثنين اصلا انتي ابليت، او بايه؟ باستعمال بنزو دايزيبين. ومع كده الحدوث نسبه حدوث الايه؟ البرولونجد سيجر از ريل. طيب التاردف سيجر، هنا السيجر نفسها برولونجد؟ لا، بعد السيجر ما بتنتهي بيحصل ايه؟ ليت ريتيرن اوف سيجر. يبقى during الايه؟ during عملية الـ recovery. It is managed by maintaining oxygen monitoring الـ EEG، وممكن احتاج ان انا ادي برضو ايه؟ الـ propofol او البنزودايزيبين to stop this tardive seizure. طيب قلنا ان في شخص جاي من القسم الداخلي هياخد ECT. طب الـ outpatient، It is recommended that outpatient are discharged from the ECT department accompanied by another other لمدة 24 ساعة. يبقى معنى كده ايه برضو؟ انه لازم يكون جاي مع حد. العينة اللي جاي ياخد ECT مش جاي لوحده، لا لازم يكون جاي مع حد عشان يروح ايه؟ يروح معاه ويفضل مرافق ليه لمدة 24 ساعة. لازم نقول له ان هو ما يشربش not to drink alcohol لمدة 24 ساعة، ما يمضيش على أي حاجة أو على أي مستندات لمدة 24 ساعة بعد الـ ECT. طيب إيه عدد الـ ECT؟ يعني C session هدي قد إيه؟ غالبا أولا الـ frequent مرتين في الأسبوع، ده الـ usual regimen. طيب الـ total number المتوسط من 9 ل 10 ECT. الكومن ممكن يوصل لحد 12 ECT. الامبروفمنت هتبان عند البعض من بعد الجلسة الثانية أو الثالثة، هتبان بصورة أكتر عند المعظم بعد الرابعة أو الخامسة. طيب لو مفيش تحسن خالص، مفيش بعد الجلسة السادسة، استوب، أبسط حاجة فور ري ايفالويشن. لكن لو مفيش تحسن غالبا ده مش هيتحسن على الـ ECT. طيب لو في تحسن بسيط، لا هكمل لل 12. يبقى لو مفيش تحسن خالص ستوب، لو في تحسن بسيط بكمل ال up to 12 treatment for patient who have shown definite but slight improvement.
لازم ناخد فكرة برضو عما يعرف بالcontinuation and maintenance ECT. continuation and maintenance دي يمكن كان لهم دور قبل ايه؟ قبل وجود المودرن سايكو فارماكولوجي، لكن لهم ما زال بعض الاستعمال فين؟ some patient respond only to ECT. يبقى في الحالة ديت هو ما بيتحسنش غير على الاي سي تي، نقول له لا لازم ناخد يبقى هو الكونتينويشن اي سي تي او المينتنس تي، وهو هيبقى ما فيش اختيار تاني بالنسبه له. سم بيشنت ريكويست مينتنس اي سي از ذير تريتمنت اوف تشويس بيكوز جود كلينيكال ريسبونس اور ريدكشن ان ذا لينث اوف هوسبيتال ستي. ايه الكونتينويشن؟ احنا قلنا الكورس اوف تريتمنت اهو بيمتد ايه من 6 ل 12 سنه تو بريفنت الايه الريلابس، يبقى ده هيبقى ايه to prevent the early lapse اللي هو لمده يبقى الكونتينويشن اي سي تي من 6 ل 12 مانس تو بريفنت الايرلي ريلابس. الكونتينويشن اي سي تي هيحتاج كونسنت تاني غير الكونسنت الايه بتاع الاي سي تي تو امبروف ذا كونديشن، ان هو يكمل بقى محتاج كونسنت مستقل، وينطبق عليه نفس الكلام ان هو ممكن يرجع في كلامه في اي وقت، وان هو تو بي ريفيود افري سيشن. طيب الفريكوانسي بتاع الكونتينويشن اي سي تي اللي هو من 6 ل 12 شهر ده شود بي تايتريتد تو ذا نيد اوف ذا انديفيدوال. المينتنس اي سي تي ده فور بريفنشن بقى، فور بروفلاكتيك، ان يمنع الريكرنس، يبقى هو بعد ايه؟ بعد الست شهور او بعد السنه. الديسيجن اند ريزون فور مينتنس تي والريسك والبنفيت شود بي ايه دوكيومنت، وبرضه محتاج ايه؟ محتاج كونسنت غير المينتنس وغير الاي سي تي نفسه. الفريكوانسي اوف تريتمنت از ا جادجمنت اوف ايتش تريتينج سايكاتريست، ولا يوجد ماكسيمم. يبقى النمبر والفريكوانسي مفيش ماكسيمم ولا فيش فريكوانسي محدد للمينتنس اي سي تي. نيجي اخر حاجه هنتكلم عليها، ليه الاي سي تي اس كونتروفيرسيال رغم كل الكلام اللي قلناه عليه ان مفيش هارم تو ذا بيشنت، ان از فيري بينيفيشال، از فيري كويك. الموضوع كله يرجع للبدايات. It was used unethically in the past without anesthetic medication and often without consent of the patient. مشاهد كتير من اللي كان بيحصل تم تصويرها وترويجها في الموفيز والتي في شو اللي نتج عنه رأي عام مضاد للاي سي تي، وصور الاي سي تي كما انه عملية اجرامية بتتم في حق الايه في حق المرض. failure to supervise and monitor its use ادت الى its abuse في بعض الايه في بعض الاماكن. هم دول السببين الرئيسيين، مش بسبب مشكلة أبدا إيه في الـ ECT، لا الـ scientific evidence ولا الـ efficacy ولا الـ side effects. يمكن الكلام كله الموضوع على الميموري impairment، هنلاقي إن الإيه إن في drugs كتيرة مستعملة سواء في السيكاتري أو في غير السيكاتري لها مشاكل تتعدى كتير موضوع الميموري impairment. هيفضل ان فيه البعض كرأي كاقتناع وليس كموضوع ساينتفك، ان هو شايف ان الاي سي تي از نوت نيسيسري. بكده نكون خدنا فكره عامه وسريعه عن الالكترو كونفالسيف. شكرا لكم.